بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء، يسعد ربي صباحكم وجميع صباحاتكم وأيامكم بالخير والسعادة. وإلى برنامج قهوة الصباح كالعادة، مشوار صباحي جديد وأسبوع يا رب العالمين يكون أسبوع حافي بالعطاءات والإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات. أهلا بالجميع وبكل من يتابعنا، وإن شاء الله حلقة جديدة ممتعة جميلة مفيدة تنال وتقترب من ذائقتكم الطيبة. مرحبا بالجميع ومرحبا أيضا بحوراء، صباح الخير. صباحك خير سيف. أهلا، كيف حالك يا حوراء؟ صباح الخير للجميع مشاهدينا الأحبة، وحياكم الله معنا في هذا الملتقى المتجدد من برنامجكم اليومي والصباحي برنامج قهوة الصباح. مثل ما تعودنا دائما نحن متواصلين معكم إن شاء الله من اليوم حتى يوم الخميس بتقديم كل ما هو جديد من أحداث وفعاليات وأيضا أنشطة تقام على أرض السلطنة. إن شاء الله يكون أسبوع حافل بالنجاح وأيضا الاجتهادات والجد، ونتمنى أيضا لكم المتابعة الطيبة من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح. وأيضا صباحك خير فايزة. صباح الجمال يا حوراء، وصباحكم أيضا إشراقة جديدة ومميزة في هذا الصباح. حبتنا دائما كونوا انعكاسا لما تريدون، إذا كنت تريد الصدق فكن صادقا، وإن كنت تريد الاحترام قدم الاحترام، وإن كنت تريد الاهتمام فقدم الاحترام، كل ذلك يعود إليكم دائما. واليوم إن شاء الله فقرتنا لعالم المدارس سوف تكون عن النشاط وأثره على طلبة الحلقة الأولى، رح نتحدث عن هذا التنوع من الأنشطة وكذلك ما يكسب الطالب من مهارات عديدة. وصباحك ورد يا سيف. صباح نور يا فايزة، وصباح الخير أيضا مجددا لكل المتابعين المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. نتمنى يا رب العالمين أنكم تقضوا أوقات ممتعة وجميلة برفقتنا، ونشوف مع بعض إيش رح يكون معنا من محطات في حلقة اليوم. المحطة الأولى راح تكون حول تأثير فصل الصيف على العين، ومحطة الصحافة وأبرز العناوين. راح تكون لنا وقفة أيضا مع موضوع جدا جميل وممتع وشيق، وهو تأثير قوة الكلمة في تفكير الشباب، وجولة أيضا حول أحدث الأخبار الرياضية مع أيمن الفجراني، بالإضافة إلى أثر النشاط المدرسي على طلبة الحلقة الأولى. إذن مشاهدينا الأحبة هذه كل فقراتنا اليوم، نتمنى لكم طيبة المتابعة إن شاء الله، وصباحاتكم تكون دائما جميلة وأنتم تتابعون برنامج قهوة الصباح. فاصل ولنعود، كونوا معنا. We'll be right back.
مشاهدينا نصبح عليكم بالخير من جديد، والى فقره الصحافه وباقه متنوعه من العناوين والاخبار الصادره في صحفنا المحليه كالعاده. نبتديها مع جريده عمان. عدد من ولايات السلطنه تشهد هطول امطار الخير مع انخفاض درجات الحراره. تنفيذا للاوامر الساميه، اليوم شباب عمان تبدا رحلتها الى المدن الاوروبيه حامله رساله السلام وعلاقات الصداقه. وامين منظمه المدن العربيه، مسقط نموذج في المحافظه على تاريخها وحضارتها ومكانتها الاجتماعيه. والى جريده الوطن ايها الاحبه، وحوافز تجذب الاستثمارات الصناعية المختلفة للمستثمرين في القطاع الصناعي. السياحة تستعرض منتجاتها ومشاريعها في سوق السفر العربي بدبي. وافتتاح معرض حملة لنحتويهم لرسومات أطفال متلازمة داون. وإلى الخبر العالمي أيها الكرام، سترة ارتداها باتريك سويزي تباع ب 62 ألف دولار في مزاد. بيعت في مزاد في لوس أنجلوس مجموعة من المتعلقات الشخصية للممثل الأمريكي الراحل باتريك سويزي بعد نحو 8 سنوات من وفاته. وبيعت سترة جلدية سوداء ارتداها الممثل في عام 1987 في فيلم ديرتي دانسينج الرقص القذر في المزاد بمبلغ 62 ألف دولار، وكان المبلغ التقديري لثمن السترة قبل البيع يبلغ 6000 دولار فقط. إذن هذه جملة العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية، استعرضناها لكم أيها الأحبة. إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل ننتقل بكم إلى الوقفة الحوارية الأولى في برنامجنا، واللي راح تكون حول تأثير فصل الصيف على العين، فخلوكم معنا. We'll be right back.
من جديد مشاهدينا الأحبة، حياكم الله معنا في برنامج قهوة الصباح ومحطتنا الحوارية الأولى إن شاء الله في درر صحية. رح نتحدث عن موضوع تأثير فصل الصيف على العين. يعني ممكن يعتبر فصل الصيف مش خطر فقط على الجلد وإنما أيضا على العين. يعني بعض الأشخاص اللي ينسوا أيضا أنهم يرتدوا النظارات الشمسية ممكن يصيبهم نوع من الجفاف والحساسية. اليوم إن شاء الله رح نتعرف أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم البروفيسور أحمد محمد رضا، استشاري طب وجراحة العيون بمركز دار العيون. أهلا وسهلا فيك بروفيسور أحمد، وصباحك خير. صباح النور على الأستاذ سيف وعلى حضرتك الأستاذة حوراء، وبجد يسعدني أن أكون معاكم في البرنامج الجميل، وصباح الخير للإخوة المشاهدين والمتابعين. مرحبا بك بروفيسور أحمد، وحشتنا واشتقناك افتقدناك يعني، واليوم موجود معنا في برنامج قهوة الصباح، وإن شاء الله تعالى استفادة طيبة راح تكون لكل المتابعين المشاهدين لبرنامجنا. إحنا اليوم نتكلم عن فصل الصيف وتأثيره أيضا على العين، لكن من باب فقط التذكير والتأكيد أيضا للمشاهد الكريم اللي تابعنا، خلنا بداية نعرف هذه الجوهرة الثمينة في جسم الإنسان، العين كتركيبة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اختص العين بخصائص جميلة قوي، وهي من الحسات اللي ذكرت في القرآن الكريم، ودايما البصر والسمع دول من الحسيس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا دايما نعتمد عليها في حياتنا، في التعليم، في ان احنا نتعرف على الاشياء. فدي حاجة طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى اختصها بخصائص ثمينة، منها ان العين من الحاجات اللي ليها حارس، يعني الجسم ده بيعتبر زي البوابة أو الجيت عشان تخش العين. أي حاجة تصيب العين أو تقرب منها بتلاقي على طول الجفن قفل عشان يحميها. طبعا الجزء العين عبارة عن كرة، الكرة ديت فيها طبقات أو أجزاء. ممتاز. فيها الطبقة الأمامية خالص، طبعا حتى الجفن كمان فيه الهدوب أو الرموش اللي موجودة، دي برضو ليها فوائد كتير، انها ممكن انها توقف الغبار او التراب، ممكن انها تعمل دور شكلا كمان جميل. فدي الجزء الامامي خالص اللي هو الجفون والرموش. وهي بنتجه للعين نفسها، فبنلاقي ان الجزء الامامي بيتكون من القرنية، والقرنية دي تعتبر زي عدسة شفافة من العدسات اللي موجودة في العين. ممتاز. وبعدين في حاجة اسمها الملتحمة، اللي هو الجزء الابيض الشفاف اللي ما بيبقاش باين. وبعدين بيبتدي الطبقة التانية بتبقى عبارة عن صلبة العين اللي لونها ابيض، وبيبقى فيه حاجة اسمها القزحية اللي بتدي لون للعين، يعني ممكن تلاقي حد لونه عينه أزرق أو بني، ده المسؤول عنها هي القزحية بتاعت العين. وبعدين فيه العدسة بتاعت العين، وبعد العدسة بتاعت العين فيه الجسم الزجاجي وبقية الأجزاء اللي هي الشبكية والعصب البصري. العين ككورة بتتحرك عن طريق 6 عضلات. العضلات دي بتحرك العين بحركة متناغمة متناسقة بالعينتين في اتجاهات مختلفة. في عندنا حوالي 9 اتجاهات للعين، يمين يسار أماما فوق تحت يمين وأسفل يمين وأعلى وهكذا. نعم. طيب بروفيسور أحمد، اليوم نحن نتكلم عن تأثير فصل الصيف على العين. الحين سؤالي، هل الشمس مضرة على العين ولا لا؟ يعني هو طبعا الشمس لما بتكون قوية وبتكون كمان درجة الحرارة عالية، بتين انها في اشعة ضارة من اشعة الشمس بتقدر توصل للعين وتسبب بعض المشاكل بالنسبة لنا، خصوصا عموما في مناطقنا العربية بيبقى اشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف بتبقى قوية قوي. والاشعة فوق بنفسجية وبعض الاشعة الاخرى اللي بتبقى موجودة من ضمن مكونات الشمس بتقدر تأثر على العين، من حيث ان احنا ممكن نلاقي المرضى اللي عندهم الجفاف بيزيد، ممكن تلاقي فيه تحسس للعين، ممكن في بعض الاحيان يحصل بعض التغيرات في الانسجه بتاعه العين نفسها، خصوصا في الناس اللي بتتعرض فتره طويله زي الصيادين، زي الجنود اللي ممكن يبقوا واقفين في مناطق شمسيه مباشره الشمس عليهم، ممكن نشوف نوع من انواع حاجه اسمها الزفره او اللحميه اللي بتظهر في الجزء الداخلي للعين. ممكن القرنيه نفسها اللي انا قلت في الاول انها عبارة عن عدسة شفافة موجودة في الجزء الأمامي للعين يحصل فيها بعض التغيرات. نعم. يعني ممكن في معلومة أنا قريتها وما أعرف إذا كانت معلومة صحيحة وخاطئة، أنه الشمس هي دائما تساعد على علاج الاكتئاب، ولما الشخص ممكن اللي يعرض عينه للشمس فممكن أنه هذه الأشعة تنتقل إلى شبكية العين وبعدها تخلي الإنسان يسترخي، صح ولا لا؟ طبعا هو في جزء كبير من أي حاجة عضوية كمان نفسية، يعني جزء كبير من الضوء او النور
دايما بيدي طاقة إيجابية للناس كلها. الطاقة الإيجابية دي ممكن تخش الجسم عن طريق حاجات كتير، ممكن تخش عن طريق الجلد، ممكن تخش عن طريق العين، لأن برضو أشعة الشمس زي ما قلت حضرتك مش بس إحنا نبص للجزء السلبي بتاعها أو الجزء الضار، برضو في ليها جزء إيجابي. طبعا هي بتنير لينا الكوكب الأرض، نقدر إن إحنا نستفيد فيها في الزراعة، نقدر إن إحنا نستفيد بيها في بعض الصناعات بتاعت الطاقة الشمسية. فأي حاجة تعطينا فيتامين دي، فيتامين دي بالنشاط والحيوية والنشاط. فطبعا كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها بيبقى فيها فوائد للإنسان، وكعلاج أيضا لبعض الأمراض الجلدية وغيرها. طيب أريد أعرف من خلالك أيضا بروفيسور أحمد، يعني أكثر الأمراض ربما شيوعا من نتيجة تعرض العين لأشعة الشمس بشكل مبالغ فيه؟ زي ما قلت لحضرتك يا استاذ سيف، الجفاف العين والحساسيه. وفي بعض التغيرات اللي بتحدث زي الزفره اللي انا قلت لحضرتك او اللحميه اللي بتبقى موجوده. في بعض التغيرات بتحصل على مستوى سطح القرنيه، حاجه بنسميها كلايماتيك دروبلت كيراتوبسي، او تغيير في انسجه القرنيه نتيجه التعرض للمناخ وخاصه الشمس. وفي بعض الاحيان بنقدر كمان نشوف بعض لا قدر الله الأنسجة أو الأورام اللي قد تكون ممكن سرطانية نتيجة التعرض الزائد للشمس خصوصا في كبار السن. نعم. طيب كيفية علاج هذه الأمراض بالضبط؟ طبعا يعني احنا المبدأ بتاعنا في الطب عموما ان الوقاية خير من العلاج. نعم. ولو المرض ابتدى يظهر نبتدي نتعامل معاه بشكل سليم. طبعا الوقايه زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، مهم قوي ان احنا كلنا نبقى لابسين نظاره شمسيه وتكون فيها الترا فايلت بروتكشن او بروتكشن او حمايه من الاشعه الفوق بنفسجيه. مهم قوي ان احنا نحاول ان احنا دايما لما نتعرض للشمس، خصوصا زي ما انا قلت لحضرتك في بعض الناس اللي بتشتغل في الصيد او بتشتغل في الصحراء او بتشتغل في اماكن معينه، لازم نوع النظاره الشمسيه نوع مميز وخاص بحيث انها تقدر تفلتر اي شيء ضار ممكن يخش العين. بالاضافه ان احنا نقدر نستخدم القطور المرطبه بشكل مستمر، هي القطور المرطبه مفيش منها ضرر، نقدر ان احنا نستخدمها بشكل كبير، ونقدر ان احنا كمان نتعامل حتى دايما لما نيجي مثلا عند الوضوء او نيجي ان احنا مثلا نغسل وجهنا يبقى دايما الميه بارده شويه. كل دي بالاضافه طبعا ان احنا لازم نبقى دايما عندنا هاند ووش او احنا نغسل ايدينا دايما، عشان خاطر في بعض الفصول الصيف كمان بيبقى منتشره بعض الامراض ممكن تتنقل والعدوى. يعني البعض بالفعل يمكن ينسى انه يضع النظاره الشمسيه او حتى انه هو يعتبرها مجرد موضه فقط مش عشان حاجه معينه. يعني انا مثل من الناس اللي اذا نسيت النظاره الشمسيه وتعرضت للشمس عيوني ممكن انها هي تدمع. ما انا بقول الدموع دي بتحصل زي نوع من انواع رد الفعل للعين انها تحاول انها ترطب العين. نعم. عشان سواء الاشعه او سواء الجفاف اللي موجود يبتدي ان هو يقل. فده حاجه برضو من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها في العين كرد فعل للحراره او رد فعل للجفاف. نعم. يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يدي القدره للعين انها تطلع دموع عشان ترطب العين، عشان تقلل من حده الشمس وحدد الجفاف. يعني هذا شيء ايجابي صحي، مش في نوع من التخوف طبعا او القلق، لان البعض يقول لك خاف لا والله يمكن في مشكله عندي تسبب هذه الدموع. طبعا يعني احنا مش عايزين بالمطلق نقول ان كل الدموع هي حاجه طبيعيه، طبعا لما حاجه بتزيد عن الحد صحيح ممكن يبقى في مشكله تانية، ممكن يبقى في حساسيه، ممكن يبقى في انسداد في القناه الدمعيه. فطبعا زي ما احنا دايما مفيش حاجه مطلقه في الطب يا استاذ سيف، دايما كل حاله أو كل عين ساعات بيحصل فيها شيء مختلف. صحيح. لازم نتعامل معها بشكل منفرد. نعم. طيب نحن وداخلين على فصل الصيف بشكل أقوى وأعمق أيضا بروفيسور أحمد، يعني في سلوكيات معينة شائعة خاطئة في عملية أيضا يعني التعامل الأمثل مع هذه الجوهرة الثمينة في جسم الإنسان؟ يعني طبعا أنا أحب ألفت النظر أستاذ سيف وأخت حوراء ان في حاجات كتيره قوي احنا ممكن نعملها نتجنب مشاكل كتير. ممتاز. احنا اولا هتكلم على يعني حد كده زي ما بيقولوا لمسات او لمحات بسيطه عن اكتر من حاجه. استعمال عدسات اللاصقه طبعا والعدسات الملونه في فصل الصيف وفي الشمس، يعني انا بنصح ان احنا ما نستخدمهاش فترات طويله. ممتاز. دايما نغيرها، دايما يبقى في قطره مرطبه معاها، لان العدسه اللاصقه مهما كانت هي حاجه بتبقى على العين ممكن شويه تقلل نسبه الدموع او الاكسجين اللي بيروح للقرنيه والعين، فاحنا هناخد بالنا
كويس قوي. الحاجة التانية ان احنا زي ما انا قلت حضرتك بيبقى اكتر ان احنا ممكن نطلع في مناطق فيها حرارة زيادة، يبقى لابسين نظارة شمسية ونستعمل القطور. احنا قربنا على الخريف وصلالة، وحضرتك عارف هناك بيبقى فيه الجو جميل وبيبقى فيه حبوب اللقاح بتاعت الزرع والخضار، فبرضه ممكن نصب بعض انواع الحساسيه. يبقى احنا دايما لو حسينا ان احنا تحسسنا او عينينا احمرت ان احنا نراجع الطبيب عشان ممكن في البدايه نقدر ناخد ادويه. برضه معظمنا بيبقى الجو حر فبيشغل المكيف سواء في السياره او في البيت. فاحنا دايما بننصح ان المكيف على العكس من الناس بتبقى فاكره ان هو بيرطب العين، لا هو بينشف العين فبيزود على الجفاف. فدايما ننصح المرضى بتوعنا ما تجلس قدام المكيف ولا في السيارة ولا في البيت. ممتاز. ممكن تبقى الغرفة مكيفة أو السيارة مكيفة بس ما يبقاش الاتجاه مباشر مباشرة على العين. وبرضو النظارة الشمسية زي ما أنا قلت، نغسل عينينا دايما بماء بارد أثناء الوضوء، ده هيفرق كتير معنا قوي. وفي نفس الوقت لو لا قدر الله حصل أي حاجة زيادة عن الحاجات الطبيعية نستشير الطبيب بشكل مباشر عشان نقدر ان احنا نشوف ايه الخطوة التانية اللي نقدر نتعامل معها. طيب بروفيسور احمد، انت ذكرت العدسات اللاصقة. طيب البعض يعني مضطر ان هو يستخدم العدسة اللاصقة، هل هناك عدسة واقية ايضا من الاشعة فوق البنفسجية ولا لا؟ خليني اقول لحضرتك حاجة، احنا العدسات اللاصقة بنستخدمها لاكتر من سبب. يا اما سبب بصري، يعني احنا هنلبسها لان احنا مش شايفين كويس، فهنلبس العدسة اللاصقة. فممكن في بعض الايام كل واحد عنده عدسة لاصقة بنقول له خلي عندك كمان نظارة، ممكن تلبس نظارة في وقت ما يكون الجو حر قوي، نقت ان انت هتتعامل هتنزل مثلا تروح مكان ممكن يبقى فيه تراب غبار، لان النظارة كمان هتحمي العين من اي شيء يخش فيها كمان مباشرة. فممكن هو يبقى عنده العدسة وعنده النظارة وبيبدل فيهم على حسب الجو على حسب التغيرات. الحاجة التانية ان احنا ممكن نستخدم العدسات كزينة كلون، نحن عايزين مثلا نخليها لون عينينا اخضر ازرق مفيش مشكله. بنقول ان احنا ما يبقاش الفكره، احنا مش زي ما انا قلت لحضرتك مش بنلغي الفكره من الاصل، لا احنا بس بنقول ايه الطريقه المثلى للاستعمال. زي ما قلت لحضرتك الموضوع بيختلف من حاله لحاله. احنا بنشوف ناس بيناموا بالعدسات، أيوة ناس بيقعدوا بالعدسات، فبنشوف من وراها مشاكل في فصل الصيف. فاحنا مش بنمنع الموضوع ده، ولكن بنقول لو احنا عايزين نستعمل العدسات او عايزين نستعمل اي شيء لازم نستعملها بشكل صحيح، ما يبقاش فترات اللبس طول اليوم. حتى لو انا هلبس عدسه ملونه او عدسه لاصقه ما فيش معنى البس نظاره شمسيه برضو، بحيث ان انا اقدر اعمل بروتكشن او حمايه للعين عن طريق النظاره. معظم العدسات اللاصقه مش كلها فيها خاصيه اليو في بروتكشن، فبرضو في بعض الانواع بيبقى فيهم بس مش كلهم بيبقى فيهم. جميل. طيب دكتور البروفيسور ايضا احمد، يعني البعض يكون شغل التكييف ولكن بمجرد ما ينام اول ما يصحى من النوم للاسف الشديد يحصل عيونه حمر، ايش يا ترى الاسباب؟ طبعا الواحد ممكن العين تحمر لاكثر من سبب. نعم. ممكن يكون في بعض الاحيان في بعض منا لما بيجي ينام بيبقى عينه مش مغلقه بشكل جيد، فالقرنيه بتبقى معرضه للهواء مع التغيرات بتاعت التكييف يبتدي عينه يحصل فيها نوع من انواع الاحمرار والجفاف. وفي بعض الناس غصب عنهم لا اراديا هم نايمين بيدعكوا عينيهم. وفي بعض الناس بيبقوا مثلا نايمين متاخر او ان هم بيشتغلوا على الايباد او على اللابتوب او على السمارت فون، وبيبقى النور يعني بيبقى نور او الاضاءه في الغرفه مش كافيه، نظرا ان هو مثلا معاه حد في الغرفه فهو بس بيستخدم اضاءه التليفون. صحيح. فالعين بتبذل مجهود زياده عشان خاطر انها كمان تقدر تشوف بشكل كويس، فده بيبقى حمل زياده على العين. فده ممكن كمان لما بيصحى من النوم ما بيبقاش لسه العين ارتاحت، ولكن في بعض الناس بعد فتره لما تبتدي العين الجفن يتحرك والدموع توزع بشكل جيد على سطح القرنيه وتبتدي العين تطلع الدموع بتاعتها اللي هي بس مش فيها جزء مائي، ربنا سبحانه وتعالى خلق الدموع الطبيعيه بتاعتنا فيها حاجات مضاده للحساسيه وحاجات مضاده للاحمرار ومضاده للالتهابات ومضاده للميكروبات، كل دي من نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا. نعم بروفيسور، يعني خلينا ايضا نتحدث عن استخدام النظارات المقلده، هل تضر بالنظر بشكل اكبر ولا لا؟ يعني هو طبعا هي مش بتفيد، يعني احنا لو احنا اعتبرنا ان انا لما البس نظاره هي اكني مش لابس حاجه، هي ممكن بس تحمي العين من التراب او الغبار، بس الهدف الاساسي ان احنا يبقى فيه نظاره تكون
بتساعد العين على انها تحميها من الاشعه الضاره ممتاز. فلازم يكون فيه مواصفات معينه في النظاره. نعم. فيما عدا ذلك هتبقى بس كشكلا او نعم. طيب كيف الشخص انه يعرف ان هذه النظاره الشمسيه سليمه ومش راح تضر عينه يوم من الايام؟ هل يعني هناك في ارقام معينه؟ يعني طبعا في 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 ستاندردز بالنسبه لموضوع النظارات، ان دايما يعني انصح الناس هم رايحين يشتروا في محلات نظارات يسالوا البائع هل دي بولاريزد، هل دي يو في بروتكشن، هل دي، ويبتدي ان هو يسال طب هل دي مثلا صناعه من منين، نسبه العتمه اللي هو الكالرنج او نسبه الداركنس او نسبه الظلام فيها قد ايه. الكلام ده كله مهم لان الكلام ده بيفرق كتير قوي مع الانسان في استعماله للنظاره وفي تعرضه للمجتمع الخارجي. نعم، يعني ضروري جدا يمكن مثل احنا ما ذكرنا في البداية ان الاشخاص ايضا يرتدوا النظارة الشمسية، كل الاشخاص خصوصا في فصل الصيف مهم جدا. حتى اللي بيلبس نظارة ممكن يعمل النظارة بتاعته اللي هي لونها ابيض. نعم. ممكن يعملها كمان لون بيبقى فيه لون غامق بيقدر ان هو برضو اكنها شمسية طبية زي ما بنقول. نعم. كمحور اخير ايضا في هذا اللقاء طيب معك بروفيسور احمد، التقنيات الحديثة المستخدمة في علاج الامراض والمشاكل التي تتعلق بالعين. طبعا يعني من 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 فترة كبيرة ودايما الطب بيحاول ان هو يوصل لتقنيات احدث عشان نقدر ان احنا نعالج العيون بشكل احسن وافضل. كل يوم بيحصل جديد، يعني احدث حاجة احنا بنتكلم فيها دلوقتي في المجال بتاعنا هو تقنية الفيمتو ليزر، قسط الفيمتو ليزر. يعني باختصار القسط الفيمتو ده جزء من واحد من مليار من الثانية، الاختراع العالم المصري الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه وحاز بيه على جائزة نوبل. تفهم ان هو ومن ضمن استخدامات المجالات بتاعتها زي ما احنا قلنا في مجالات العيون. بنقدر ان احنا القصد كلمة فيمتو معناها ايه عشان برضو الناس كتير مش فاهمة. هي عبارة عن ومضاد ضوئية فائقة السرعة يبقى عندها القدرة انها تحدث فقاعات غازية في اي انسجة، فاكنها زي مشرط جراحي بس مشرط جراحي دقيق قوي 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 يتم التحكم فيه عن طريق السوفت وير. يعني انا مثلا عايز اعمل سمك معين، عايز اعمل جرح معين، عايز اعمل اي شيء تماما، فالمريض ما بيحتاجش ان هو ياخد ولا تخدير ولا تنويم ولا ان هو يقعد فتره طويله في الاستشفاء. طبعا هي تقنيه امنه بشكل كبير جدا، في نفس الوقت بتعالج دلوقتي 70-80% من امراض العيون زي عمليات زراعه القرنيه، زي عمليات تصليح النظر بالليزك، زي عمليات القرنيه المخروطيه، زي زراعه الحلقات، في نفس الوقت عمليات تثبيت القرنيه، وحديثا قوي في كمان عمليات النزول الابيض بنقدر نعملها تماما بالليزر، مفيش اي خطوه جراحيه فيها. جميل. شكرا لك وشكرا لوجودك اليوم معنا البروفيسور احمد، سعيدين بك وبهذه ايضا الرسائل اللي نتمنى انها وصلت الى جميع المشاهدين والمتابعين لبرنامج قهوه الصباح، اللي نتمنى لهم الله يبعد عنهم كل شر ومكروه. البروفيسور احمد محمد رضا استشاري طب وجراحه العيون بمركز دار العيون، شكرا لك يا بروفيسور احمد. شكرا جزيلا وكل عام كل عام وانتم طيبين واحنا على اعتاب شهر رمضان الكريم. يلا شكرا لك يا بروفيسور. احنا مباشره مع المشاهد الكريم الى مركز الاخبار مع الزملاء هناك، ولنا عوده مع فقره عالم مدارس، فخلوكم معنا. مشاهدينا السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. تنفيذا للأوامر السامية، سفينة شباب عمان الثانية تغادر اليوم في رحلتها الدولية الثالثة، رحلة الصداقة والسلام. فريق بحثي من جامعة السلطان قابوس يفوز بجائزة أفضل ورقة علمية خلال مؤتمر دولي للبحث الأكاديمي بمدينة البندقية الإيطالية. وزارة التجارة والصناعة تضع حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية المختلفة للمستثمرين في القطاع الصناعي. قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بالإجماع قواعد تفاوض بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل.
كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة تنتهي بالفشل، ومجلس الأمن الدولي يبحث فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. قوات الحكومة السورية تصد هجوما لتنظيم داعش جنوب حلب، ومقتل 40 مسلحا في اشتباكات بين فصائل مسلحة بالغوطة الشرقية. مقتل 4 من الأمن العراقي في هجوم بسيارة مفخخة بالعاصمة بغداد، وتنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم. العناوين انتهت مشاهدينا، نلتقي بكم بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة في أمان. وسهلا بكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم تتابعون برنامج قهوة الصباح. وصلنا الآن إلى محطتنا، فقرة عالم المدارس. أكيد اليوم رح نتحدث عن موضوع آخر جديد، وهو النشاط المدرسي وأثر على طلبة الحلقة الأولى. أكيد هناك الكثير من الأنشطة المتنوعة، سواء كان النشاط الاجتماعي أو الثقافي أو الفني وغيرها من الأنشطة المتنوعة التي تعود بالكثير والفائدة على هؤلاء الطلاب، وخاصة طبعا طلبة الحلقة الأولى. هناك تفاصيل كثيرة وعديدة سوف تكون مع ضيفتنا حول النشاط المدرسي وأثره على الحلقة الأولى. أهلا وسهلا بك الأستاذة ثريا مبارك سالم، معلمة مهارات حياتية من مدرسة الجزع للتعليم الأساسي. أهلا وسهلا فيك، حياك معنا. أهلا فيك أختي فايزة، وشرفني وسعدني أن أكون متواجدة في هذا البرنامج المتميز والهادف. بالتأكيد، وإحنا طبعا أيضا أسعد. الكثير من التفاصيل سوف تكون طبعا من خلال فقرة عالم المدارس حول الأنشطة، ولكن الآن خلونا نروح للتقرير اللي هو عن النشاط المدرسي وتنوعه. خلوكم تابعينا. إن جميع أوجه النشاطات الطلابية ليست بالشيء الجديد، فهي قديمة قدم المدارس ذاتها، حيث نلاحظ من الناحية التاريخية أن تلك الأنشطة كانت تمارس كجزء أساسي من المناهج التعليمية في المدارس الإغريقية والرومانية، كما أن العرب قبل وبعد الإسلام اهتموا بالعديد من النشاطات والألعاب. النشاط المدرسي هو مجموعة من الأنشطة التي يشترك بها الطلاب وتعطيهم الخبرات والمهارات المطلوبة ضمن أطر المتعة والتسلية والفائدة والتحدي، كما أن الطالب يستطيع الاشتراك في أي نشاط مدرسي يرغب فيه، فأنواع النشاطات المدرسية عديدة، فهناك النشاطات الرياضية والتعليمية والاجتماعية وغيرها الكثير. مرحبا بك يا ملك الغابة. أهلا بك، مالي أراك متعبا. إني جائع، لم
هذا وأنت ملك الغابة؟ نعم. لدي حل يخلصكم من هذا الجوع. أحقا؟ قل لي بسرعة وأرجو. أرى أن الثعلب هو أفضل فريسة تخلصك من الجوع. أحقا ما تقول؟ ماذا؟ نعم، اذهب له وادرسه بسرعة. حسنا، إني ذاهب إليه بسرعة. وهذا التنوع الهائل والكبير في أنواع النشاطات المدرسية لم يأتي من فراغ، حيث أن الأنشطة المدرسية تحقق العديد من الأهداف الهامة كتقوية شخصية الطالب، فمن يشترك في النشاط المدرسي يكون مضطرا حتما إلى مواجهة الأشخاص والتفاعل المباشر معهم. لذلك تعتبر الأنشطة المدرسية مساعداً للمعلم والعملية التعليمية على حد سواء، فالطالب قد يتعرض خلال النشاط المدرسي إلى تطبيقات عملية وواقعية للعديد من المفاهيم النظرية التي تلقاها خلال الحصة المدرسية، مما يجعله قادراً على فهم واستيعاب العلم النظري بشكل أفضل. أهلا بكم مجددا أحبتنا ومشاهدينا، نجدد الترحيب بكم وأيضا بضيفتنا ثريا الإسماعيلية. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مرحبا فيك أختي فايد. حياك الله. أكيد في البداية نود أن نتحدث معك عن اللي هو النشاط المدرسي وأثره، وبالذات طبعا إحنا خصينا حلقة اليوم أو فقرة اليوم عن الحلقة الأولى، كيف يأثر النشاط على طلبة الحلقة الأولى؟ أولاً إن شخصية الإنسان وتكوين توجهاته واهتماماته تبدأ منذ الطفولة، وفي هذه المرحلة يكتسب الطفل خبراته ومهاراته التي تصقل شخصيته، وهي تعد من أهم مراحل تعليمه واكتسابه العادات الإيجابية أو السلبية، وتعويد الطفل على النظام والانضباط والسلوك الإيجابي منذ الصغر. إنما يضفي على شخصيته نفس الصفات عند الكبر عندما يكبر. نعم. فكلما يكبر تكبر معه هذه القيم وتكون في ذهنه دائما. كذلك بلا شك إذا قدمنا له ثقافة مرورية مبكرة في قواليب وأساليب شائقة وبسيطة وهادفة سيحبها ويكررها ويقبل عليها كأي صفة إيجابية أخرى تسعى إليها كل أسرة لتعليمها وغرسها في الطفل، مثل حب النظام، حب النظام والطاعة والنظافة، أو كأي قيمة سلوكية أخرى. نعم، إذا طبعا خلال حوارك أردت أن تقولي أنه بالفعل إذا أردنا أن نغرس الكثير من القيم سواء كانت حب النظام، الالتزام، الطاعة وغيرها، أن تكون طبعا دائما نركز عليها في الحلقة طلبة وطالبات الحلقة الأولى. من خلال حوارك أيضا تحدثت عن اللي هو السلامة المرورية، حثينا عن المعرض الذي قمتم به في مدرسة الجزع للتعليم الأساسي، وإيش الهدف أيضا من إقامة هذا المعرض؟ أول المعرض كان بعنوان حياتك أمانة. نعم. وهو تصادم، جاءت فكرة هذا الموضوع وفكرة المعرض تصادم الأسبوع المروري الخليجي 2017 حياتك أمانة. نعم. مع الدروس التي درسها الحلقة الثانية اللي هي عن السلامة والوعي المروري. نعم. إذن كان أيضا في دروس درسية لحلقة الثانية. نعم. أي صف كان؟ كان صف العاشر. صف العاشر، جميل. طالبات. كذلك المعرض جاء فيه يضم العديد من الأقسام. نعم. اول قسم اللي هو المجسم الذي يحكي واقع عن كيفية التعامل شرطة عمان السلطانية. نعم. وهي
الذي يشترك فيها رجال مرور والهيئة المدنية والهيئة الدفاع المدني، كذلك الإسعاف عند وقوع أي حادث. كذلك جاء المعرض يضم فيه قسم إبداعات الطلاب من رسومات وكاريكاتير تتحدث عن حوادث الطريق، نصائح للمجتمع وعن مفهوم السلامة المرورية والوعي المروري. كذلك فيه ضم المعرض قسم المسابقات ورسومات الطلاب. كذلك هذه بعض الفعاليات اللي كانت مصاحبة أيضا للمعرض اللي هي المسابقات التي قمتم بها. نعم، حدثينا عن أيضا فكرة المسابقة، إيش كان الهدف من إقامة المسابقات أيضا في هذه المعارض؟ زيادة الوعي لدى الطلاب وكذلك أولياء الأمور وأي زائر يجي عندنا في المعرض. كذلك أيضا المسابقات كانت هدفها زيادة المعارف واتباع قوانين الطريق، كذلك إشارات المرور. أيضا جاء في المعرض يضم قسم إشارات المرور، وكانت كيف بداية تاريخها، وكذلك عن مجسمات عن الحوادث المرورية. كذلك أيضا من الذي قام بعمل هذه المجسمات المرورية؟ الطالبات المتميزات صف عاشر. إذن هي المعرض كان أيضا مشاركة الطالبات. طالبات. جميل جدا. أيضا حتى المجسمات كانت من ابتكار وابداعات الطلاب الصف العاشر. كذلك جاء في قسم مسرح وفي بعض الفعاليات اللي قاموا فيها الطلاب، اللي هي فعالية أول شيء عرض الطلابي اللي نعرض الحين، واللي هو طالبات الأطفال الصغار. بعد ذلك مشهد تمثيلي عن كيفية اتباع قوانين المرور. كذلك في مسرحيات عن جاءت مسرحية عن الأم الطريق. إذن طبعاً تفاصيل متنوعة في المعرض، فعاليات وأنشطة مصاحبة كثيرة. أكيد طبعاً كان لكم أهداف من خلال إقامة هذا المعرض، من ضمنها اللي هي زرع الثقة في نفوس هؤلاء الطلاب. كيف لاحظتي الطالبات المشاركات وخاصة اللي هم كانوا من الحلقة الأولى؟ طلاب الحلقة الأولى كان مشاركتهم جدا فعالة. وهذا المعرض كان يهدف إلى إشعار الطلاب بأهمية العمل التطوعي. نعم سرية، طبعا مثل ما هو ظاهر أيضا على الشاشة الحين بعض الفعاليات اللي صاحبت المعرض اللي هو الدمى هنا مثل ما احنا شايفين مشاهدينا الكرام. هذه أيضا كان من ضمن الفعاليات الموجودة في المعرض الذي قمتم به، وأيضا كل هذه الأشياء كانت من ضمن مشاركات الطلاب. خبرنا أيضا من كان يعني دور الإدارة، إدارة المدرسة في هذه الأنشطة وهذه الفعاليات. دور الأنشطة، دور الإدارة عفوا، كان دورها فعال في منحنا المساعدة المادية والمعنوية. نعم. بأي ما نحتاجه من أدوات وهذا، فكان دورهم فعال جدا عندنا. ماذا عن أولياء الأمور، هل كان لهم مشاركة في هذا المعرض؟ كذلك أولياء الأمور كان دورهم فعال جدا. نعم. وأنا أوجه لهم شكري الفائق على تعاونهم معنا، كانوا يقدمون لأبنائهم مساعدات مادية ومعنوية. نعم. وكان كل فترة يجون عندنا يشجعونهم، كذلك يوقفون عندهم ويقدمون المساعدة. نعم، إذا طبعا ولي الأمر أيضا دور كبير جدا في أن يبرز المواهب التي توجد في أبنائهم، يدفعوهم طبعا دائما إلى المزيد والمزيد إلى الأمام. كذلك طبعا للمعلم دور كبير في توجيه الطالب نحو النشاط الذي دائما يكون مع ميول هؤلاء الطلاب، حدثينا أيضا عن هذه النقطة. هي الأنشطة التربوية لها دور فعال في صقل شخصية الطالب. نعم. من بحيث تصبح شخصية الطالب إيجابية، تصبح شخصيته متعاونة، كذلك يزيد من الانتماء لديه. فالأنشطة المدرسية، الأنشطة المدرسية تعزز الثقة بالنفس لدى الطالب والاعتماد عليه وتحمل مسؤولية. كذلك هذه الأنشطة
من خلال الأنشطة المدرسية ممكن أن إحنا نكتشف الميول والقدرات والمواهب لدى الطلاب وتنميتها. نعم، إذا اكتشفت طبعا عندك طالبة مثلا في وأنت تعطيهم مادة المهارات الحياتية، اكتشفتي أن طالبة عندها نوع من التميز في نشاط معين أو لها موهبة معينة، على إيش ما هو دورك هنا في هذه المرحلة؟ إحنا إذا اكتشفنا مواهب الطلاب، وبالفعل إحنا كثير شفنا مواهب من خلال مشاركة الطلاب في هاي الأنشطة، فإحنا دورنا كمعلمين أو دوري أنا أني أشجع الطلاب وأنمي هذه الموهبة في مشاركتهم الدائمة في المسارح والأنشطة، يعني جميع الأنشطة المدرسية نحن نشجعهم ونشاركهم في هذه. خلينا كده أيضا يعني ريت توجهين رسالة أو كلمة سواء كان للمعلم سواء كل من يتابعنا الآن على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، دور الأنشطة وأثرها على الطلبة سواء كان الحلقة الأولى أو الثانية. الأنشطة المدرسية لها دور فعال في تنمية أو صقل شخصية الطالب، لأن هذه الأنشطة المدرسية جزء مهم من المناهج المدرسية، فهي لا تنفصل عن هذه المواد المدرسية، لأنها جميعها تحقق النمو المتكامل للتلاميذ وتصقل شخصية الطالب. من خلال هذه الأنشطة المدرسية أي طالب يشارك في هذه الأنشطة له القدرة على الإنجاز الأكاديمي، كذلك هذه الأنشطة تعزز مثل ما قلنا الثقة بالنفس لدى الطالب، وهذه جدا نقطة مهمة. كذلك استغلال وقت فراغ الطالب. بحيث يعود يمارس النشاط الذي يرغب فيه ويحبه. بالفعل مثل ما ذكرتي أستاذة ثريا أن الأنشطة على تنوعها هناك الكثير من الفائدة التي تعود لهؤلاء الطلاب، وتعد أيضا طبعا جزء لا يتجزأ أو لا ينفصل عن هذا المنهج، فهي رافد ومساعد أيضا للمعلم، لأنه بالفعل هذا الطالب يستفيد من خلال هذه الأنشطة ربما تجارب كثيرة من خلال أيضا تفاعله مع هؤلاء الطلبة المشاركين في هذه الأنشطة، فبالتالي كل هذه الأشياء طبعا تعود على النفع والفائدة لهؤلاء الطلبة المشاركين، وانتم لكم دور كبير في إبراز هذه المواهب وهذه طبعا القدرات من خلال النشاط المدرسي الذي يشارك فيه هؤلاء الطلاب. احنا طبعا شاكرين لك في ختام فقرة عالم المدارس مشاركتك لنا حول موضوع اليوم اللي هو يتحدث عن أهمية النشاط وأثر الأنشطة الطلابية لطلاب الحلقة الأولى. شكرا جزيلا ثريا محمد الإسماعيلي معلمة مهارات حياتية من مدرسة الجزع للتعليم الأساسي، شكرا لك. وأيضا شكرا جزيلا لكم متابعينا الأحبة، ولأن طبعا ننتقل بكم إلى محطة أخرى من فقرات برنامج قهوة الصباح، فابقوا معنا.
سمادك للعضوية الصديق للبيئة يتم إنتاجه محلياً بمصنع سماد كلا التابع لحياة للمياه. سماد كلا يتم إنتاجه بمواصفات ومعايير عالية الجودة، مناسب لزراعة جميع أنواع الأشجار والمحاصيل والنباتات المنزلية. حياة للمياه عمان، أكثر خضراراً وصحة. مرحبا بكم مشاهدينا الأحبة في صباح جديد من برنامج قهوة الصباح، وتحديدا مع فقرتنا الرياضية. صباحكم خير وأمل مفعم بالنشاط والحيوية. صباحكم خير وأهلا بكم أيضا في متابعة جديدة من فقرتنا الرياضية، واليوم خصصناها لكم في جولة من الأخبار المحلية والعربية والعالمية. ونبدأ في أول خبر يتعلق بلاعبنا المحترف علي الحبسي في صفوف ريدينغ، حيث حصل حارس منتخبنا المنتخب الوطني علي الحبسي وحارس مرمى أيضا نادي ريدينغ الإنجليزي على جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه الإنجليزي، والذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلال هذا الموسم 2016-2017، بعد تقديمه لمستوى مميز في المباريات التي خاضها مع الفريق. يخوض الحبسي البالغ من العمر 35 عاما تجربته الثالثة في إنجلترا بعد تجارب سابقة مع فريق بولتون ويندرز وويغان أتلتيك لسنوات عديدة، تألق فيها بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تجربة أوروبية أولى مع نادي لين النرويجي. إذن كل التوفيق للاعبنا المحترف علي الحبسي في مشواره الاحترافي، والذي يثبت لنا في كل مرة الكثير من العطاءات والطموحات. في عالم كرة القدم أيضا، وصل بورتو تضييق الخناق على بنفيكا المتصدر بعدما حقق الفوز خارج قواعده بثنائية نظيفة على تشافز ضمن الجولة 31 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، وأبقى بورتو صراع الصدارة مشتعلا بعدما رفع رصيده إلى 71 نقطة، محافظا على فارق النقاط الثلاث مع بنفيكا المتصدر ب 75 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات من النهاية. في المقابل تجمد رصيد تشافيز عند 37 نقطة في المركز التاسع. وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى هافانا من هايتي في إطار جولته في منطقة الكاريبي، ودشن إنفانتينو خلال زيارته ملعبا جديدا في العاصمة الكوبية، وهو أول ملعب في الجزيرة يستخدم فيه العشب الصناعي تم إنشاؤه بدعم من الفيفا. كما تحدث أيضا الرئيس إلى مجموعة من اللاعبين معربا عن أمله في أن يسهم الملعب الجديد في تطوير اللعبة وزيادة شعبيتها. يذكر أن كوبا شاركت في نهائيات كأس العالم مرة واحدة، وكان ذلك في عام 38، كما أنها لم تفلح في تخطي دور ربع النهائي في بطولة الكأس الذهبية لمنطقة الكونكاكاف من قبل. في عالم الطائرة اخترنا لكم تأهل فريق سيرسي كوما كولوسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الطائرة للرجال بفوز على كوكن لوب في ثاني مباراتي نصف النهائي في العاصمة الإيطالية روما. المباراة بين الفريقين الإيطاليين جرت في أجواء حماسية وامتدت لخمسة أشواط قبل أن يكسبها بيروبيا بواقع 25 مقابل 19 نقطة و22 مقابل 25 نقطة، ويواجه بيروبيا في المباراة النهائية العملاق الروسي زينيت كازان اليوم.
لمحبي عالم السرعة والراليات اخترنا لكم ختام منافسات رالي الأرجنتين في الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات لموسم 2017، حيث يشهد اليوم الختام منافسة حامية بين متصدر السباق البريطاني إليفن إيفانس وسائق فريق هونداي البلجيكي تيري نوفيل. نوفيل سائق هونداي الفائز برالي كورسكيكا الأخير نجح في تقليص الفارق بينه وبين إيفانس سائق فورد فيستا بنهاية مراحل السباق بالأمس، ويحتل المركز الثالث الإستوني أوت تاناك سائق فريق أم سبورت بفارق 4 ثوان فقط من نوفيل، ويليه في المركز الرابع الفرنسي بطل العالم سبيستيان أوجي الذي يبتعد عن الصدارة ب 49 ثانية. إلى خبرنا الأخير، حيث فاز الفرنسي ناصر بوهاني من فريق كوفيديكس بسباق المرحلة الثانية من طواف يوركشاير للدراجات الهوائية والمقام بإنجلترا، وحل كاليب إيوان من فريق أوريكا سكوت ثانيا لليوم الثاني على التوالي ليتصدر الترتيب العام للطواف الدراجات الهوائية. أما بطل المرحلة الأولى فكان من نصيب الهولندي ديلان غرونيغن من فريق لوتو، وأصبح في المركز الثالث جومبو في الترتيب العام. وهذا الطواف يختتم منافساته اليوم بسباق المرحلة الثالثة من برادفورد إلى فوكس فالي في شيفيلد، حيث يتعين على المتنافسين قطع مسافة 194.5 كيلومتر. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الرياضية في فقرتنا الرياضية من برنامج قهوة الصباح. نتمنى لكم بكل تأكيد متابعة ممتعة لأبرز محطات القهوة وما تبقى أيضا من عمر البرنامج. نذهب بكم إلى فاصل قصير وبعدها لنا عودة مع الزملاء لما تبقى من فقرات من الفقرات المختلفة للبرنامج. لا تذهبوا بعيدا. We'll be right back.
الإبقاء على خزان التصريف المنزلي قد يسبب مشاكل صحية وتلوثاً للمياه الجوفية، ويكون موئلاً مناسباً لتكاثر الحشرات والقوارض، وقد يسبب انهياراً في التربة مع مرور السنوات. حياة للمياه تنصح بالتخلص من خزان التصريف المنزلي القديم بالطريقة الصحيحة. حياة للمياه، عمان أكثر اضراراً وصحة. حياكم من جديد مشاهدي الأحبة، شكرا للزميل أيمن الفجراني ومن قبله أيضا الزميلة فايزة السلطية، ونحن نواصل معاكم مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. يقال أن الإنسان لا للحمه ليؤكل ولا لجلده ليلبس، فماذا فيه غير حلاوة اللسان؟ فللكلمة تأثيرها القوي على النفس راح نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى من خلال هذه الوقفة عن هذا الموضوع تحديدا، إلى أي مدى هذه الكلمة تبعث التفاؤل والأمل في وقع المستمع، وأيضا للأسف الشديد بعض الناس التشاؤمين يأبوا إلا أنهم يطلقون علينا هذه الكلمات التشاؤمية، بحيث أنهم يعطونا مجال للأسف الشديد من الإحباط والتثبيط اللي ربما قد يقتنص ربما كل شيء جميل في حياتنا. عموما هذه المواضيع كلها نتعرف عليها من خلال وجود الأستاذ ماهر بن محمد المسكري، باحث مختص في مجال عقليات الشباب. أستاذ ماهر نورتنا وشرفتنا أسعدتنا، وحياك الله في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير، وصباح الخير على قهوة الصباح وأهل قهوة الصباح ومشاهدينها، وأتمنى نكون الحلوة الصباح قريبة من قهوة الصباح. حياك الله معنا أستاذ ماهر. البعض يؤمن بقوة الكلمة وتأثيرها أيضا السحري على المتلقي. الكلمة القوية سواء كانت بأي وسيلة، الكتابة، الخطابة، وحتى الكلمة الصامتة اللي بالفعل تقرأ من العيون وتصل إلى القلوب. خلينا شوية نتكلم عن تأثير الكلمة. طيب، الكلمة عادة يعتمد أنت بتتكلمي على أي مجتمع. نعم. المجتمعات العربية وإحنا كمجتمع إحنا شعب عاطفي، فبحكم العاطفية الكلمة ليها تأثير كبير، بتخلينا نغير في توجهاتنا وبتأثر فينا نفسيا. نعم. ودائما السؤال في طريقة عملنا إن من هو صاحب الكلمة، من هو اللي يأثر في الكلمة، وأي نوع من التأثير، إذا كان تأثير إيجابي أو سلبي. فأكيد مثل ما قال في التأثير، الكلمة في وضعنا لها تأثير كبير جدا. ممكن الكلمة تأخذك لأعلى مراتب التفاؤل، صحيح، وممكن تأخذك لأدنى مواقع التشاؤم. ولكن عشان كذا دائما يقول التفاؤل خيرا تجدوه. والكلمة الطيبة صدقة. نعم نعم نعم. طيب خلينا من خلالك أيضا أستاذ ماهر يعني نتعرف، وأنت ما شاء الله وجودك في هذا المحيط وزرت أيضا أكثر من دولة بحكم عملك في هذا المجال، كيف شفت مدى فعلا عقليات الشباب العربي بشكل عام والشباب العماني بشكل خاص في فعلا أن يكون للكلمة والطيبة تحديدا حضور من خلال جملة تفاصيل ولحظات حياتهم اليومية؟ طيب أنا بس حابب أخذ كذا خطوة وراء لا تسمح لي. نعم. إيش اللي خلاني أتخصص أو أدرس عقليات الشباب؟ نعم. طبعا طبيعة عملي هي في دول، لما قلنا نشتغل في دول مختلفة، هي دراسة عقليات المجتمع. نعم. دراسة تصورات الذهنية ودراسة طباعهم، خصوصا لما بنعمل خطط تطويرية أو خطط تحويلية، خطط تنفيذ للتحويل أو التغيير. ممتاز. بحكم أنه الشباب الوطن العربي هم 74% الآن من المجتمع العربي، فكانت دائما كثير من الشركات العالمية صارت نوع من التخوف أنه ما قادرة تكون تتحكم في حصتها السوق، فهذا كان التوجه. نعم. نتكلم على العقليات أو الشباب العماني، نتكلم سؤالك أنه هو إيش الفرق الشباب العماني. نعم. مقارنة بالشباب العربي، طبعا بحكم تعاملي قبلها لما أنا بعمل هذا الدراسة في عدة دول، جيت عمان خصوصا في السنوات الماضية، تعاملي مع كثير من الشباب إذا كانوا موظفين حكومة. نعم. أو موظفين في قطاع خاص. ممتاز. اكتشفت ميزة الشاب العماني مقارنة بدول كثيرة. نعم. وهذه مش
طبعا انا عماني فصعب ان واحد يمدح اهل بلده، لكن خلينا نقول لابد ان يقال اكون محايد انه العماني، الشاب العماني متميز جدا، ممتاز، عنده سرعه استيعاب لم انا اتوقعها، يعني انه عاده نادر احنا ما نشوف هذا في دول ثانيه، الكثافه في العقليات. نعم. ينقصهم بس التوجيه لا اكثر ولا اقل، وليس التدريس وليس التنظير. توجيه من اي ناحيه؟ التوجيه طبعا، شوف الشاب العماني لاحظناه الفرق بينه وبين المواقع الاخرى، هو يحب يشوف بعينه كيف تسوي حاجه. اذا انت مثلا اعطيته مهمه وريني كيف اسوي هذا المهمه، وجهني، لكن لا تعطيني دروس ولا تعطيني نظريات. نعم. هذا ميزته، ويتعلم بسرعه وعنده قوه الاستيعاب سريعه، فهذا هو مقصد كلمه التوجيه. بس خبرني كيف اسوي، اعطيني هذه المواقع المهمه وهو بيعملها بنفسه. نعم. ما شاء الله. كان اكبر مثال الاعلام، يعني انا عاد نادره ما تشوف في الدول اغلبيه الاعلاميين شباب شباب، وانتم ما شاء الله عليكم يعني، الله يعطيك الصحه، يعني اغلبيتكم شباب يعني، الحمد لله الحمد لله. نعم. طيب استاذ ماهر، يعني في ايضا دراسه تقول، وما اعرف اذا هي كانت صحيحه ولا لا، اكثر من 60% من حالات الاكتئاب يرجع سببها الاعلام وايضا مواقع التواصل الاجتماعي اللي تركز دائما على السلبيات. يعني هل ممكن ان احنا نقول هذه مؤثرات ايضا تؤثر على تفكير وعقليات الشباب؟ هو الإجابة نعم ولا. نعم. أول حاجة نظر على كلمة التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي اليوم للشباب هي عالمهم. نعم. وهي عالمهم الافتراضي. وإحنا ضيوف عليها وليس العكس. نعم. يعني أنت عندك 72% من الشباب عمان يعتبر نفسهم إنه هم مواطنين دوليين، اللي في التواصل الاجتماعي. يعتبر نفسهم مواطنين دوليين. نعم. كلمة ليش بتشوف النظرة التشاؤمية في التواصل؟ لأنه الشاب عنده إحساس أنه صوته غير مسموع وغير مقدر، وهذه يعني شوف إحنا أغلبية شباب عمان صنفناهم، طبعا إحنا ما عملنا هذه الدراسات في الدول، صنفنا من هم فئات الشباب، تصنيفات الشباب، فالعمانيين لاحظنا فيهم إحنا العمانيين الشاب يعتبر إحنا نسميه المكافح العاطفي. نعم. المكافح العاطفي، ممتاز. هذه هي تصنيفها، احنا سميناها المكافح العاطفي. نعم. يمتاز بأنه طموح وحالم ويجتهد، ولكن إذا حس بالفشل يصيب حالة من الهباط. نعم. فهو هذه مشكلة العاطفية كمان. فاللي أنت بتشوفيها حضرتك، اللي بتشوفيها في التواصل الاجتماعي، هي كمان من الحب الأكثر، يعني عارف يتمنى أنه صوت ينسمع، فهي ردة الفعل في أكثر وأقل يعني. نعم. فأنا مش دائما ضد مع الناس اللي يقول لك التواصل الاجتماعي دائما. نعم. الصوت التشاؤم، وكيف إحنا نستقبل هذا الصوت. نعم. ممتاز. طيب إحنا الحين صرنا في طفرة واسعة في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وصار الكل يعني يستخدم هذه المواقع بمختلف أشكالها. دعنا نتكلم على سبيل المثال في التويتر، في الانستغرام، هناك صورة معينة نزلت لي منشور معين، هناك مجموعة وسيلة من التعليقات سواء إيجابية أو سلبية. الإيجابية تعطينا نوع من الدافعية الأمام، السلبية للأسف الشديد قد تكون ضربة قاسمة لك من التحبيط والإثبات. كيف ممكن التعامل مع هذه الحالات؟ هو عادة احنا بنحلل السوشيال ميديا، يعني التواصل الاجتماعي عادة احنا بنحلل هذا ونشوف هذا التأثير لما يكون الكلام سلبي. نعم. ولكن احنا ما ننظر عليها بسلبية، احنا بننظر عليها ايش اللي جعل الشاب يتكلم بالسلبية، الشاب المعلق على المنشور مثلا. اذا نعم. انت ربما نزلت صورة لإنجاز معين حصلت عليه، للأسف الشديد تشوف سيل من التعليقات التشاؤمية السلبية. ما هو هنا كمان لازم تنظر على عقلية، وهنا تتكلم على عقلية الشباب. نعم. ما تراه إنجاز مش معناها إنجاز بالنسبة له. فهنا يعني لما تنزل حاجة يقول لك على أي أساس هذا سميتها إنجاز؟ طب عادة لما تتعامل مع الشاب، لما تنزل حاجة تقول. نعم. هذا إنجاز. نعم. لازم تذكر إيش اللي يجعلك تعتقد إنه هذا إنجاز. نعم. وإيش هو الفائدة من وراها. أضف إلى هذا ما تنسى إنه في فجوة ثقة أصلا، يعني هذا كمان ليها تأثير. فجوة ثقة. فجوة ثقة كيف؟ يعني أنت عندك اليوم مش بس في عمان. عادة هي مشكلة عالمية، تراها مشكلة عالمية مش فقط في عمان، يعني أنت عندك تسمع كلمة الميلينيوم. هذا مشكلة في كل أنحاء العالم، مواجهين تحدي غير طبيعي
في طريقة تعاملهم مع الفئة الشباب، خصوصا مع قوة التواصل الاجتماعي اليوم. ممتاز. فإحنا جزء من العالم وإحنا جزء من هذا التحدي. صحيح. فعادة لما تقول فجوة ثقة، إنه الشاب يحس إنه هو ليس جزء من الحل ولكن هو يعتبر جزء من المشكلة. نعم. وهنا بتيجي زيادة الفجوة. نظرته إنه أنت ما تعتبر يعني الشخص اللي بيرد عليه إنه أنت هذا مش جزء من الحل، أنت جزء من المشكلة. فالفجوة إذا بتصير، غير طبعاً قوة يعني ردة الفعل في التعليق. استقبال ردة الفعل اللي هي اللي بنسميها احنا الدفاعية. وهذا بتزيد كشاب، يقول لك هو هذا بيدافع على اساس انه عارف انه غلطان. نعم. فالتفاسير دائما تختلف من فرد لفرد، او من مجتمع لمجتمع، او من جيل لجيل. نعم. يعني ممكن نحن نقيم انفسنا دائما استاذ ماهر ما بين يمكن 300 الى 400 بالمئة يوميا، 80 مره، انه فقط نلوم نفسنا وكل سلبيات في سلبيات. هذا 80 مره في اليوم، ها، نحن نلوم انفسنا فقط. فكيف نحن يعني نكون ايضا مؤثرين بشكل ايجابي على عقليات الشباب حتى يكونوا دائما مبدعين في حياتهم؟ بس الشباب يعني الكل المفروض انه يكون مبدع في حياته. هو عادة لما نجلس مع متخصصين ما او ننصحهم، لما نقول كيف اذا كان اصحاب شركات او في المواقع الاجتماعية، نقول كيف نتعامل مع الشباب وشابات وكذا، نقول اول حاجة تعامل معه على انه انسان صاحب فكر. نعم. يمتلك المعلومة في جيبه. ممتاز. هذا أول حاجة بقولهم. ثاني حاجة، لا تقارنه بجيلك وجيله. يعني دائما المطب اللي احنا بنقع فيه الكثير منه، ان احنا بنقارن أيامنا، ما احنا كنت يعني اليوم انا عدينا الأربعين، فبنقي مع الشاب بنقارن نفسنا، نقول له أيامنا كنا نسوي كذا وكذا وكذا. المقارنة هذه بحد ذاتها مدخل غلط. اثنين، أعطيه المقدرة انه يخطأ، القدرة على أنه يخطئ. نعم. أو أعطيه الأمان أنه يخطئ. هذه كمان، أنه مش على كل خطأ السيوف تنزل لي حد سيف يعني. ولكن أفضل طريقة لما نتكلم مع جماعة يتعاملوا مع الشاب، ممتاز، دائما لا تقارن نفسك به أو بوقتك أنه أنت كنت شاب وهو الآن. وتعامل معاه كرجل مفكر. ممتاز. ويمتلك رأي ويمتلك فكر. نعم. ماذا عن المجتمع؟ خلينا نقول إن نتكلم من باب الواقعية والشفافية في الموضوع. نعم. أنت الآن في بيئة معينة، للأسف الشديد سيل من الإحباطات والكلمات التشاؤمية السلبية اللي مثل ما ذكرناها تحيط بك من كل الجوانب. خاطرك والله تفتح مشروع تجاري، خاطرك والله تحقق إنجاز معين، بدل لا تسمع الكلمة الطيبة الصدوقة الصادقة اللي تعطيك ربما دافعية، للأسف الشديد ترجعك للوراء خطوات طويلة وكثيرة. كيف أقدر أتعامل مع هؤلاء؟ كيف أنه والله أسمع كلامهم أدخله من هذا الإذن، أطلع من الإذن الثانية ولا أعير اهتمام لهذه الكلمات التشاؤمية؟ هو أعتقد أول حاجة نبتدي أن احنا نوقف، أن احنا نحكم على أن كلمة هذا تشاؤمي أو كلمة هذا إيجابي. يعني احنا نوعد من هذا التحديد، لأنه هذا أنت ممكن تنظر عليها أن هذا كلمة تشاؤمية، غيرك ينظر هذا كلمة واقعية كنصح ربما. بالضبط. نعم. يعني ممكن واحد ثاني يقول لك لا هذا مش تشاؤم، هذا واقعي. والآخر يقول لك لا هذه تشاؤمية. فالبعد عن الحكم في ردات الفعل، وعادة احنا ننظر في الأسباب. نعم. ممتاز. نذكر في الأسباب. فلما نشوف شاب مثلا، أعطيك مثال الحي، الشاب عادة اليوم مثل أي شاب طموح، الشاب دائما يمتاز بصفة التمرد. دائما الشاب في صفته أيام الشباب دائما يقول لك التمرد. طبعا التمرد تختلف حسب الدرجات وحسب طباع المجتمع. الشاب نفسه عنده المقدام، يريد يكون اسم، ولكن لما يحس أنه الحياة صعبة، صعوبات، أنه خصوصا الضغوطات، يعني أنت تتكلم على توقعاتنا أنه الشاب خلاص انت لازم تحدد مستقبلك ولازم تعمل بيت ولازم تشتري سيارة ولازم تتزوج. فانت اصلا مولود مخلص ثانوية عام وعندك الضغوطات الاجتماعية. ايش مفروض تكون مثل الشابات؟
لازم تشتغلي ولازم العريس يجي لك وطبيعة الوظيفة، ففي ضغط. فهذا الضغط هذا بيولد لك إيش؟ اللي هو الضغط المضاد له. فعادة لما نتكلم إنه كيف تتعامل مع ردود الأفعال في السوشيال ميديا السلبية، إنك ما تنظر عليها بنظرة هذا سلبي أو هذا إيجابي. نعم. انظر عليها هل هم الشباب فئة أساسية للتطوير؟ إذا كان الإجابة نعم، ذن لنتعامل معها. صحيح. على إنه هذا إحساسهم، كيف نقدر نوصل لهذا المعنى أو كيف نقدر نحل هذا المشكلة. جميل، يعني بواسطة الفكرة أكيد يستطيع الإنسان أن يقيم اختياراته، مثل ما ذكرنا أن الكلمات لها تأثير جدا سحري في تغيير مشاعرنا وأيضا عالمنا الخارجي، يعني حتى الداخلي، سواء كانت بشكل أفضل أو حتى بشكل أسوأ. ونحن اليوم أيضا قدمنا للمشاهد الكريم بعض من الأدوات الفعالة اللي نتمنى بالفعل أنهم استفادوا منها. وأنا أشكرك جدا الأستاذ ماهر بن محمد المسكري، باحث مختص في مجال عقليات الشباب. آمين. جزاكم الله خير ويومكم سعيد. يومكم سعيد. تسلم. شكرا. تسلم. شكرا. إذن مشاهدين الأحباء، أيضا نحن مستمرين معكم في قهوة الصباح الآن. أي تبيك الكاميرا. رح نأخذ فاصل وبعدها رح نرجع لكم، كونوا معنا. تعاني القاهرة زحاما شديدا دفع شابين مصريين للبحث عن بديل لتوفير مساكن أو محال تجارية رخيصة. أسسا الشركة في أغسطس آب الماضي بعد أن أمضى العاملون فيها شهورا في اختبار المواد والأساليب المختلفة لتطوير الحاويات وطرق عزلها. أمضى رفلة فترة من الزمن في بريطانيا يدرس فكرة تعديل حاويات الشحن واستخدامها في أغراض معمارية وأسباب عدم استخدام الحاويات المعدلة في مصر. رحت على كونتينر سيتي دي واتفرجت عليها كلها، ولقيت بقى سيتي كامله معموله من يعني كونتينرز، بقى فيها بيوت ومحلات ومطاعم وبلكونات وناس عايشه ومدينه كامله معموله من كونتينرز. فاول حاجه طبعا سالتها لنفسي، قلت احنا ليه ما عندناش كده في مصر. يتنبأ الشاب المصري بان يحقق استخدام الحاويه المعدله في البناء نجاحا في مصر، نظرا لسرعه انجاز البيت او المتجر وامكانيه نقله، وأيضا لرخص العمالة والمواد المستخدمة في مصر مقارنة مع بريطانيا. احنا ممكن نستعمل كروجو تاتش ان احنا نحل مشكلة العشوائيات بشكل كبير جدا وسريع جدا وموفر على البلد. ان النهاردة عندنا 2 مليون مصري عايش في عشوائيات، مش بس عشوائيات يعني المباني بتاعتها معمولة غلط وفي أماكن غلط، والمباني دي مستعدة أنها تقف أي يوم. وتكافح مصر التي يبلغ عدد سكانها 92 مليون نسمة، تكافح لبناء مزيد من المنازل للفقراء في المجتمع، حيث يعيش كثير من المصريين في مناطق عشوائية مترامية الأطراف ومباني مشيدة بدون تراخيص. ولا تستخدم المنازل الجاهزة على نطاق واسع في مصر، حيث يتم بناء المنزل في المكان المستهدف بالطوب التقليدي والخرسانة والمواد التي تتزايد تكلفتها باستمرار منذ تحرير صرف الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. إذن مشاهدي الأحبة، وصلنا بكم إلى الختام مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. الملتقى يتجدد يوم غد. لا تنسوا دائما الكلمات التفاؤلية الإيجابية يجب أن تكون حاضرة في مختلف تفاصيل حياتكم اليومية. إلى اللقاء ودمتم بخير. مشاهدينا الأحبة، مثل ما ذكرنا الآن وصلنا إلى نهاية الحلقة. عمان ترتقي بكم أينما كنتم في مواقع العمل. إن شاء الله ملتقانا راح يتجدد غدا. نتمنى لكم نهار سعيد وممتع. إلى اللقاء. كل المحبة والود لكم متابعينا أينما كنتم، وإلى اللقاء. دمتم بعافية وابتسامة بإذن الله. نهاركم سعيد، في أمان الله.